احنا درنا اتفاقيه ربما وكان موقف بغينا نعرفوا هاد الحويجات بغينا المآل ديالها واش واش دار السي عيسى يعني عندها يعني كاينه موجوده غادي تحط فيها التنويه ولا ما غاديش تحط؟ لان ما يمكنش لينا حنا نبقاو غير نهضروا وخطا نديروا النقطه ولكن حنا مازال ما عرفناش واخا عطيتينا جواب مشكور ولكن انا ما مقتنعش نكذبش عليك ما مقتنعش بانه واش واش التنوية راه نفس الجواب عطيتي لي السنه الفارطه عطيتي لي خاصني كان شي خطا قال لك غادي نتحدى بغينا نعرفوا واش المهم انا ما غاديش نعطيك الضغط انت ماشي مسؤول 100% باش ولكن بغيتك هاد الحوايج يوصلوا اولا تعطينا شي فكره اولا نجيو لعين المكان المهم انا بغيت نعرف جماعه دار السياسه خاصه ثانويه لان كاين بكره كاين الاقتدار كاين وليدات كيتزادوا كاين بزاف السكر زعما الحمد لله ما بقاش داك الهضره المدرسي يعني احنا بغينا نعرفوا واش الثانويه غادي تكون ولا اما ديروا انتم الدراسه ولا نديروا حنا الدراسه ديال هاد الصور والحاجيات ديال المؤسسات اللي كاينه تابعه للجامعه ديالكم ونسولوكم بنسخه تيب ديال الشراكه فقط كيخص واحد العمليه ان حتى فاش كيكونوا الاطراف اللي كيوقعوا على هاد الشراكه نتوما والمديريه زائد المصادقه ديالها من طرف السيد مدير الاكاديميه والتعشيره ديال السيد العامل السيد العامل ولا السيد مدير الاكاديميه تقول لك نعم اتفاقيه الشراكه ولكن خص يكون اش خصصتي ليها من الميزانيه ما كنقولوش غير بينا نصاوبوا الصوم ولا هذاك الشيء غنقولوا ولكن كنديروا واحد الرقم واحد الشيفر مالي معين اللي هو اللي كنحدوا به هذه العمليه. نشوف انا في النقطه تنشوف التذكير بمعنى اتفاقيه بمعنى اتفاقيه واجده السبح الدكتور حضر معنا هضرنا هضرنا في ديتاي كاملين حنا تنتظروا القرار كنجاوبوا في الخريطه المدرسيه دابا تنسناو سيناريو واحد اخر ما تنسولوش حنا في البرامج تنسولو هاد الناس المواطنين تيتسناو منا المآل ديال الاتفاقيه اللي سنين اللي كنا تنسنيوها والارتكلنا وكل شيء هذا بوحدو النقطة الثانية الله يجازيك بخير السيد العام يتركز على الجانب الأمني أكثر من أي حاجة هذاك الصور مشيت أنا والسيد الرئيس مشكورا حتى عند المدير القديم مشينا عنده حتى للإدارة وقلنا له تنطلقوا ناقص الخطر على واحد الصور في المدرسة الحية إلا دخل الشيدان والشيخ قال لك غادي نخرج واحد الخبرة هذيك الخبره باقي تنتظروها لي عامين حنا ما تنتظروش منكم شي حاجه كثيره عطيني الاوكي باش نريب الصور يتبنى ما يتبناش ما عنديش مشكل عندي ماشي حتى مره اخرى ويطيح على شي وليد في الدراسه ويولي كل شيء تيجر انا في هذا الشيء ما تنحيل المسؤوليه عليا كرجل سلطه وتنقول لك ما تنتحملش المسؤوليه راه على شي وليد ولاد مالك انا تنهضر على الجانب الامني المساله الاخرى انا اختصاص المجلس ما نقدرش ندخل فيها علما ان الرئيس واجب باش يبني هنا غدا كاين المحسنين كاين كلشي حنا عطيونا الاوكي باش نريبو عطيونا الاوكي باش نبني ما تنطلبوش منكم بزاف واللي غادي يجي يحضر معنا في الاجتماع يكون عنده سلطه اتخاذ القرار او على الاقل امانه ينقل هذا الميساج للسيد المسؤول شكرا باش بناء على هذيك المحضر غتحدد التكلفه ديال المبلغ اللي خصو يتبرمج صحيح وفي نفس الاطار اتفاقيه يعني الجامعه راه عندها الحق تدخل يدير ما كاين اتفاقيه موقعه حنا دابا في الاجتماع غنقولوا الاتفاقيه في الدوله كنقدروا نلقاو العام الجاي ونلقاو الاتفاقيه ما موجودش هذه تقول مصادقه انا كنوعدك بدا نجيب لك نسخه كنا يعني درنا استدعاء ممثل تجهيز ولكن للاسف ما حضرش معنا ما جاش ما عرفناش علاش يعني هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه هو المصالح بعض المصالح الخارجيه ما كيستاجبوش لنا حنا كنا عندنا مشاكل ديال الطريق كنا بغينا نعرفوا حتى هي المآل ديالها اللي بين دار السي عيسى وسيدي عيسى لان تهالكات وعندها مشاكل يعني نعرفوا واش ممكن تيض وكذلك عندنا مشكل ديال هذوك علامة التشوير مادام حنا جماعة يعني عندها طرق معبدة يعني كاين مشاكل ديال السرعه كاين كنا بغينا الناس ديال التجهيز باش يعطونا الامكانيه اللي يمكن باش يساعدونا يعني نعرفوا شنو هو الامكانيه باش نديروا داك الشيء يكون يعني قانوني يعني لا درنا شي حاجه تكون قانوني ولكن اللي بسم الله الرحمن الرحيم كنشكروا رجال الاعلام على هذه التغطيه المهمه
فيما يخص الدورة كما شفتوا ما دارت الدورة في جو أخوي يسوده النقاش وكذلك الاحترام والنقاش يعني البناء الذي يعود على الجماعة بالنفع من خلال جميع تدارس جميع النقاط اللي كتهم الجماعة. ومن بين هذه النقاط كان بعض النقاط الرئيسية كوضعية بعض المدارس داخل تراب الجامعة اللي كان عليها نقاش مهم، وكذلك مآل اتفاقية الثانوية داخل تراب الجامعة، لأن بعض المدارس داخل تراب الجامعة يعني عندها يعني التصوير ديالها غير صالح. أرسلنا دعوة للناس ديال المندوبية ديال التعليم داخل الإقليم، كان حاضر معنا السيد وجاوب قال لك ان احنا بغينا شي صيغه قانونيه باش ندخلوا في هاد في هاد في هاد النقاط اللي اصبحت نقاط سوداء ك بعد تصوير بعد اسوار ديال المدارس الى السقوط، وهذه غادي يعني يسبب لنا لا قدر الله شي حادثه للوليدات. احنا ما بغيناش نوصلوا لهاد، احنا الواجب ديالنا درناه اليوم، يعني كيبقى يعني الدور ديال 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 المندوبيه ديال التعليم خاصهم يعطونا يعني واحد يعني نكونوا قانونيين باش ندخلوا في هاد. اما فيما يخص الثانويه فالثانويه يعني عندنا اتفاقيه يعني درنا السنه الفارطه وما عرفناش المآل ديالها. اليوم كيقول لك ان خاصنا العقار وخاصنا يعني احنا العقار موجود، ان العقار راه موجود، يعني خاصنا غير نعرفوا واش جماعة دار سعيسة يعني متى هي مبرمجة من الجماعات اللي تكون فيها ثانوية. السيد ممثل مندوبية قال بأن جماعة دار سعيسة هي يكون عندها الحظ ديالها باش تكون عندها الثانوية بشرط يكون العقار. احنا الحمد لله العقار موجود وحنا على استعداد في جميع يعني الوثائق اللي هتخص هذه الاتفاقية، هذا الشيء من أجل يعني الساكنة والتلاميذ والوليدات، باش كما كتعرفوا اننا عندنا مشاكل يعني الوليدات كينتقلوا لحد حراره وجمعة حايم، يعني كاين مشاكل. وحنا اليوم دايرين نقل المدرسي لحد حراره للناس ديال الثانويه، لماذا تكون عندنا ثانويه هنا باش ما يبقاش عندنا هذا المشكل ديال 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 النقل المدرسي والكاهل ديال الجماعه. يعني هذا الشيء كيثقل على الكاهل ديال الجماعه ماديا، لماذا تكون الجماعة عندها ثانوية داخل التراب ديالها ويستافدوا منها الوليدات إن شاء الله. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.